ازاي بيدعموا هذه يعني الفكر المتطرف او هذه الاحداث؟ كيف يدعمها بعض المسؤولين بتقاعسهم عن انفاذ دوله القانون زي ما بنقول؟ اتفضل يا استاذ مجد. اولا هو المسؤولين جزء لا يتجزا من تركيبه المجتمع المصري. واذا كنا بنتكلم عن المجتمع المصري فهناك الاسوياء وغير الاسوياء. لكن علينا ان نعود زي ما قالت الاستاذه حضره النائبه دكتوره ناديه هنري، ان المجتمع المصري على مدى 40 50 سنه حدث ليه تغيرات ثقافيه كتيره، موروثات ثقافيه كتيره. يعني انا هتكلم تحديدا مثلا عن محافظه المنيا. محافظه المنيا سكانها ما يقرب من 6 مليون مواطن. تخيلي حضرتك واحنا في القرن ال21 فيها اكتر من 3 مليون من شعبها الطيب البسيط امي لا يقرؤون ولا يكتبون، يبقى نتكلم عن الجهل. الحالة الاقتصادية اللي موجودة في المجتمعات عندنا برضو حضرتك، الصعيد تم إهماله وتهميشه على مدى سنوات كتيرة، ودي عوامل كتيرة بتؤثر في تكوين الشخصية المصرية والشخصية المجتمعية. المشاكل الطائفية في المنيا الكثير منها مفتعل، الكثير منها مشاكل مفتعل بيتم افتعالها اللي هم بعض أصحاب. أنت عارف حضرتك المنيا كانت بيئة خصبة نتيجة الجهل وتدني المستوى. بس ليه تحديدا المنيا؟ ما انا بقول لحضرتك اهو، القاهره نسبه الاميه فيها كام في الميه؟ ايوه، بس اللي بينطبق على المنيا في الحاله دي اذا كنا بنتكلم عن الفقر او الجهل او الاميه، يعني ده بينطبق على كتير جدا من محافظات الصعيد. لا انا هقول لحضرتك، المنيا اكبر محافظه في الجمهوريه فيها نسبه اقباط، تلت سكانها تقريبا ما يقرب من 2 مليون اقباط.